كمان مستر باتريس كارتيرون استلم تقرير مفصل مدعم بمقاطع الفيديو لفريق طلائع الجيش استعدادا لمواجهة بكرة في الدوري، وده عشان يتم الإعداد ليهم بشكل جيد. التقرير ده اللي قام بإعداده محللي الأداء تضمن كل التفاصيل الفنية الخاصة بيهم من نقاط قوة وضعف وأبرز اللاعبين عندهم وخططهم الفنية، وبالتحديد في مباراتهم الأخيرة اللي خسروها أمام البنك الأهلي 3-0.